حياكم الله. نظم النادي الثقافي العربي بالشارقة معرضا تشكيليا بعنوان حكايات لونية يضم نحو 36 لوحة ل11 فنانا تشكيليا من كوكبة الفنانين العرب. حمل كل منهم حكايته اللونية وخلاصة تجربته الفنية لتكون مشهدا إبداعيا للناظرين. نتعرف أكثر على ضيوف النادي الثقافي العربي وعلى حكاياتهم اللونية اللي شاركوا فيها اليوم. نستضيف في استوديو أماسي كل من الفنانة زكية المتعب من المملكة العربية السعودية، أيضا الفنانة عطارد الثاقب من الكويت الحبيبة، وأيضا الفنانة حفصة التميمي من سلطنة عمان الحبيبة. حياكم الله. تجمع جميل جدا لنساء دول مجلس التعاون الخليجي، وفي شيء جميل جدا الفن التشكيلي. حياكم الله. الله يحييك. خليني أبدأ أول شيء مع حكايات لونية. شو طبيعة مشاركتكم في هذا المعرض اللي يمكن تكلمنا شوية ثواني قبل الهواء وعرفت أن أكثر المشاركات فيه مشاركات نسائية. أبدأ فيك أستاذة زكية، تفضلي. سؤالك لو سمحتي، معلش. طبيعة مشاركتك في المعرض. طبيعة المشاركة، هو معرض تشكيلي فني. مشاركتي كانت عبارة عن 5 أعمال فنية تتضمن أسلوبي، أعمال أكريليك وفيها بعض الكولاج. أعمال أكريليك. أكريليك. هذا معناته أنه كان المعرض مفتوح أنه يستوعب أكثر من لون من الفن التشكيلي. نعم. تركت لكم حرية الاختيار. نعم، كان في النحت الفن النحت، وكان في بعد الخزف. الخزف كان موجود. نعم، كان موجود الخزف معنا، والأعمال زيتية وأكريليك. يعني ما شاء الله في تنوع خلنا نقول في المعرض. بالنسبة لك عطارد. أي نعم. بالنسبة لي كانت مشاركة طبعا جدا جميلة وفرصة حلوة، وخصوصا كانت مع الكوكبة الحلوة من الحلو الجميلة مع الفنانات والفنانين طبعا كانوا معانا، وشاركت بأربع لوحات. لوحاتي كانت تتضمن عن التراث، طبعا التراث الكويتي نفس الشيء التراث الخليجي ايضا يتشابه يمكن في ملامحه مع التراث الخليجي طبعا، لكن في مميزات خلينا نقول تخص التراث الكويتي. انا برجع طبعا بعدين بالتفصيل بسالكم عن الاعمال اللي شاركتوا فيها، بس الحين ناخذ خلينا نقول فكره مجمله عن طبيعه هذه الاعمال. استاذه حفصه تفضلي. مرحبا، اهلا، كيف الحال؟ المعرض كان هو مجرد فكره دارت كذا في خاطر أحد الفنانات، لأن إحنا اجتمعنا بكذا ملتقى في عدة دول مختلفة وطبقت في أرض الواقع. هذه هي البداية. مشاركتك أنت مشاركتي بشو؟ أنا مشاركة طبعا كل فنان مشارك بخمسة أعمال. محدد لكم خمسة أعمال. خمسة أعمال كل فنان يشارك بيها. وطبعا بصدفة البحتة اكتشفنا أن كلنا راسمين ثيمة واحدة، كل واحدة فينا راسمة أكثر شيء نساء، فجات محض الصدفة أن الثيمة كانت واحدة يعني. وأصلاً الـ 11 فنان أغلبهم نساء، بس المواضيع الموضوع نفسه، بس الأساليب تنوعت وطبعاً الأفكار تنوعت. جميل جداً. فكان في بصمة نسائية واضحة خلينا نقول في حكايات لونية. حضور طاغي فعلاً للنساء. حضور طاغي، حضور جميل بالتأكيد. نحن عندنا أعتقد تقرير جاهز أستاذة ريهان. خلينا نشوف التقرير حول هذا المعرض الفني التشكيلي حكايات لونية، وبعدها نستكمل حوارنا إن شاء الله. لكل فنان تشكيلي تجربته الفنية المتفردة التي تسخر بالعديد من الحكايات النابضة بعوالمه المختلفة، والتي يتفرد من خلالها كل مبدع بأسلوبه الفني وبصمته البصرية التشكيلية. احتضن النادي الثقافي العربي التابع لدائرة الثقافة في حكومة الشارقة ضمن أمسية معارضه الفنية التشكيلية المعرض الفني الجماعي حكايات لونية، الذي تضمن 33 لوحة تشكيلية قدمت الرؤى البصرية المتنوعة لمشاركات كوكبة من الفنانين العرب المستضافين من الكويت، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى المشاركات المحلية من المملكة الأردنية الهاشمية. وقد افتتح المعرض الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي، وأستاذ علي العبدان رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية. فنانين كل واحد جايب حكاية من وطنه، وهو بعرضها للمشاهد إنه ثقافة بصرية مختلفة، وإنه يكون من كل دولة عربية مختلفة عن الثانية.
مزيج لوني إبداعي بأشكال مدارسه الفنية المختلفة وبصياغاته البصرية المتعددة لمختلف الحكايات العربية بطياتها الأصيلة، والتي حملت التشابه من خلال الموروث التراثي العربي والإسلامي المشترك، إضافة إلى الأمل والفرح والقضايا الراهنة والمعاصرة. لوحاتي تتكلم عن المرأة وعاطفيتها وأنها حالمة، واستخدمت الألوان الزيتية وشاركت بخمس أعمال، وإن شاء الله تحوز على جميع الموجودين. اليوم شاركت بلوحة عبرت فيها عن مدينة طروادة، طبعا هي ملحمة تاريخية حدثت في العصر السابق، هي ملحمة لا ينساها التاريخ، تعبر عن مدينة طروادة والحيلة التي استخدمها الأغريق للهدم هذه المدينة. استخدمت الألوان الأكريليك، مزجت بين لونين الأخضر والأحمر كلونين متقابلات. ثاني شيء كان أسلوبي الأسلوب اللي هو التكعيبي، بستعمل دائما بلوحاتي ألوان الأكريليك دائما أو غالبا. اليوم أنا بدي أحكي أركز شوي على التراث الفلسطيني باللوحة، آخر لوحة أنا رسمتها أو هي أجدد لوحة، يلي هي بتمثل عصفور الشمس الفلسطيني يلي له قصة كتير بفلسطين إنه هو استعاد هويته. مشاركة أنا بأربع لوحات وكليتها بتتكلم عن الجمال، عن التفاؤل، عن الحب. القتامة زادت حوالينا، فأنا دائما بحب أخرج من هاي القتامة إلى الجمال وأبحث عنه، ولوحاتي دائما بحب أبحث عن الطاقة الإيجابية في كل شيء حتى يقدر الإنسان يستمر بهاي الحياة. المعرض التشكيلي حكاية لونية، باقة إبداعية متجددة بتعددية تنوعها الفكري والثقافي والجغرافي والإنساني لخلق الأفكار الفنية والرؤى البصرية الثرية بتطلعاتها وطموحاتها اللامحدودة للارتقاء نحو المستقبل الأفضل لأوطاننا العربية. حياكم الله أيضا مشاهدينا مجددا، حياكم الله فناناتنا نقول من دول مجلس التعاون الخليجي مرة ثانية. يمكن شفنا التقرير مع بعض وكنا نقول أن أكثر اللوحات كذلك أيضا يعني كانت تضم نساء أو بنات، يعني كان العنصر النسائي طاغي مو بس في نسبة مشاركة الفنانات، لا حتى في اللوحات نفسها يمكن ركزتوا على رسم النساء أو البنات أو غيرها. ليش كان التركيز أكثر على النساء؟ كان بالصدفة؟ كل واحدة ما تدري عن الثانية؟ هي بالصدفة البحتة، يعني حتى يمكن الأستاذة هي صاحبة الفكرة، هي لأنها ترسم نساء وهي ترسم وجوه النساء أو ترسم الشخوص وترسم بورتريه وترسم كذا، فانجذبت لنا نحن خاصة لأن نرسم مواضيع متشابهة بس بأساليب مختلفة ومدارس مختلفة. يمكن عشان كذا هي انجذبت لهالمجموعة. جميل. ايه. بس ما فرض عليكم أن مثلا لا ما فرض علينا، حتى كان تعليق أحد المشاهدين أنه هل أنتوا سمعتوا موسيقى واحدة؟ هل أنتوا جلستوا في مكان واحد؟ لأن الموضوع كأنه ثيم واحد وكأنكم نفذتوا هالأعمال في مكان واحد، في مكان واحد رغم أن احنا في دول مختلفة وأماكن مختلفة طبعا كل واحد بظروف مختلفة يعني. بالتأكيد. إيه. والمعرض اسمه حكايات لونية، وأعتقد أن يعني الاسم ما جاء من فراغ، هي كل لوحة أو كل عمل فني، ما بقول كل لوحة، كل عمل فني بالفعل له حكاية أو يعبر عن حكاية. حكايات النساء يمكن تتشابه في كل دول الخليج العربي أو حتى في كل دول العالم. صحيح. ولذلك يمكن كان الثيم شوية نوعا ما متشابه. صحيح. بالرغم من أنه يمكن مثل أستاذ عطارد عبرت عن التراث الكويتي، أنا شفت يمكن فنانة أردنية في اللباس التراث الأردني. صحيح. صحيح. فعبرت. صحيح. كذلك أيضا عن التراث الأردني. شو الحكايات اللي أنتوا اخترتوها أستاذة زكية؟ خلينا نبدأ وياك. شو القصص اللي أنت اخترتيها والحكايات اللي اخترتيها وأثرت في اللوحات اللي شاركتي فيها؟ أنا دائما الثيمة أو العنصر الأساسي عندي بالعمل المرأة. مثل ما حكيتي بعد كلنا كذا، فالمرأة أساس، هي الأساس. المرأة دائما هي، أنا لا أنكر وجود الرجل ودور الرجل في الحياة، لكن المرأة هي الأم، هي الأخت. المرأة دائما حاملة المسؤولية، حاملة الهموم. دائما تحضرني المرأة بتجلياتها، المرأة بفرحها بحزنها.
لكن هنا بالأعمال اللي اخترتها في المعرض أو شاركت فيها أساسا هي توثيق للموروث السعودي أو الخليجي نقول بصفة عامة. جميل. يعني بأعمال ترين زي التراثي عندنا بقماش شالكي اللي هو القماش المنقوش بالزهور أو بحبة اللي نسميها البيدان. أيضا الإكسسوارات القديمة الحلي نقل يعني أنا شلت على عاتقي لما أسافر كثير فأشوفهم هم متمسكين بتراثهم معتزين فيه. فإحنا إحنا الدول العربية والدول الخليجية بالذات عندنا تراث لا يستهان فيه. للأسف الجيل الجديد ما قاعد يعرف هذا المخزون الثقافي أو التراث الهيريتيج اللي موجود عندنا. فإحنا لازم نوثقه. أعمالي كلها توثيق للتراث ولازم أحط فيها المرأة وبتشوفين بعد واضح فيها ملامحها. يعني أنا ما أطمس الملامح معنا شوي تعبيري أسلوبي تعبيري يعني ما أكون مش واقعي ما أضع الملامح يعني بتفاصيلها كاملة لكن إلا تجدين التعابير تعابير الفرح أو تعابير الفخار. ما بقول حزن ما في حزن لا إن شاء الله كلها تعابير جميلة. أنا عارف طبعاً أن يمكن التراث في المملكة العربية السعودية مثل طبعاً يمكن بقية دول الخليج يتشابه في سمات ويختلف في سمات بالذات باختلاف المناطق بما أن المملكة هي يعني مترامية الأطراف كما يقال يعني مساحتها شاسعة جداً فكل منطقة في المملكة تراثها يختلف. ركزتي على المنطقة الشرقية مثلاً؟ نعم الآن أنا مركزة على المنطقة الشرقية أحس أني قاعدة أتشبع منها. أنا كنت شاركت بمعرض في أبها البهية قرية المفتاحة فهناك حكولي أستاذة زكية يعني ودنا أنك ترسمي شيء من تراثنا إحنا عجبنا أسلوبك فياريت ترسمين المرأة بتراث أهل الجنوب بلباسهم بقبعاتهم القش الصفراء فقلت لهم إن شاء الله من عيوني يعني تراث المملكة شيء نشيله على رأسنا مملكتنا الحبيبة. نعم جميل جدا. يمكن حتى في بعض السمات التراثية أنا قبل فترة استضفت فنانة تشكيلية من جنوب المملكة كانت عرفتنا على فن موثق في اليونسيف. نعم. فن القط وشفته في دبي في أحد المراكز التجارية وفرحت أن أنا تعرفت على هذا الفن اللي أصلا ما كنت أعرفه سابقا وأنه انتقل وأصبح يعني يعرف عليه عامة الجمهور ما فقط يعني محصور حصر على الفنانين التشكيليين في معارض مغلقة. وأنا دائما مع أن كل معرض فني يطلع للجمهور بتكلم عن النقطة لاحقا. خلينا نتكلم عن أستاذ عطارد واللوحات وكذلك أيضا الحكايات اللي حكيتيها ربما في المشاركات أو في الأعمال اللي شاركتي فيها. أنا لوحاتي طبعاً مبين فيها التراث طبعاً التراث ما قلت لش في البداية التراث الكويتي فكانت أول حكايتين لو تشوفين كل لوحتين مرتبطين مع بعض. اللوحة الأولى والثانية تعمدت أن يكونوا مرتبطين مرتبطين ويا بعض أساس تكون في تناغم مع بعض. أول لوحتين رمزت أنا سميت اللوحة الأولى اللي هي صقلة الطار وهالكلمة أعتقد أنها معروفة مو بس بالكويت حتى بالخليج. حطيت عليها دوائر ترمز للطاقة يعني الواحد إذا اندمج بشغلة تكون مثل ما تقولين عليه طاقة يعني أو هالة. أيوة بالفعل. حبيت أدخل عليها الزخارف طبعا الزخارف اللي هي ماخذتها من زخارف السدو بس مغيرة فيها بطريقة حديثة. ما حطيت مثل ما هو غيرت لأن كل فنان لازم يحب يحط بصمة خاصة حقه فغيرت الخلفية خليتها بألوان حديثة بألوان مثل ما تقولين ناصعة. طبعا هذا يعتمد من فنان إلى فنان آخر. صحيح. على أي بيئة ركزتي أكثر في التراث الكويتي؟ لأن حتى التراث الكويتي كذلك أيضا تحكم البيئة في البيئة طبعاً. البدوية في البيئة البحرية في أعتقد الزراعية يعني يختلف. بالضبط. على أيهم ركزتي؟ ما في تركيز أنا خليتها كذي مشكل بالضبط. تعمد أن إحنا كلنا واحد. جميل. حلو. فاللوحة الثانية اختلفت صارت فيها لا تكعيب واللي هو الفن التكعيبي دخل فيها اختلفت عن الدوائر فصارت نفس الشيء نفس النغم ماشي معه اللي هي الهبان سميتها اللي هي فن الهبان. والهبان معروفة طبعا بالكويت وبالخليج الكويت وبالخليج
اللوحات الباقية الثانية اختلفت، خليتها من شعبي، بنات لابسين بخانق، طبعا البخنق هو شعبي يعني شعبي بحت، حطيت فيها لمسات البنات العفوية باللوحة الأولى، البنات اللي أكبر عمر شوية سميتها نبي قرقيعان واحد ونبي قرقيعان اثنين. اللوحة الثانية كانت الطفلة الصغيرة مميزة تلتفت على أختها الكبيرة، يعني إذا توهقت يت بتغني قرقيعان الصغيرة دائما هاي تصير فيني، يعني أذكر نفسي ونسيت شو تسوي، وين تروح عيونها؟ تروح حق أختها الكبيرة، فتطالعها وتقلدها في جميع الألفاظ. جميل، يعني شيء من التراث، بس انه اذا جاي مثل ما تقولين الجمهور يشوف اللوحه تبهر الالوان قبل لا يبهر الموضوع. ركزتي على الالوان اكثر؟ بالفعل بالفعل، لان الالوان معروفه تاثر على كل فنان، كل فنان وطريقه انتقاء للون. جميل جدا. بالنسبه للاستاذة حفصه، شو الحكايات اللي انت حكيتيها في اللوحات؟ انا حكاياتي مثل حكايات الجميع، حكايات نسائيه. بس يمكن انا اركز على البورتري اكثر. وكم وبعد ما تفاصيل، انا ما ارسم تفاصيل، انا ارسم بالعكس رموز، ارسمها بطريقه رمزيه اكثر. ويمكن ارسمها بطريقه عكسيه. الجميع يبدا من الصفر الى المئة او من الصفر الى العشرة، انا ابداها بعكس، يعني من مئة الى الصفر. يعني ارسم اللوحه كامل. في البدايه اهتم بتناغم اللون، يعني يهمني في البدايه اللون، يعني شو الالوان اللي تتناغم مع بعض تتجانس. اللون اكثر من التفصيل في البدايه. في البدايه، يهمني اللون. بعد كذا اللوحه نفسها تخرج العمل. يعني انا بعد ما احط اللون انتظر شو المفاجاه اللي بتجيني من الالوان، عشان ابدا الحين اوصل لمرحله اللي هي من العشرة لتسعة ثمانية الين توصل عندي الفكره. او لما خلينا نقول تكتمل، تكتمل. بس انا الفكرة؟ اكثر حاجه طبعا هو اكيد هو كله مخزون عندي داخل. يعني انا اقول اللوحه تفاجئني، بس انا اشوفه الشيء المخزون اساسا عندي داخل. لاني انا كثير من الفنانات اللي تعشق الملامح، ملامح البشر. يعني انا كان من صغري شغفي، يعني الناس كلهم عندهم عينين وانف وفم، طب ليش مختلفين؟ ايوه، فانا الله. يعني هذه كانت فتره الطفوله. هذه احدى لوحاتك؟ هذه احدى لوحاتي، سموها الموناليزا العمانيه. فعلا تشبه الموناليزا في عيونها. طبعا انا ارسمهم بطريقه عفويه، بس مثل ما حين ركزتي قلتي عيونها، اكثر حاجه اهتم في الملامح اهتم بابراز العين، مش ابراز ان انا عندي يعني اريد بس ابرز العين، لا، لان الاحساس اللي في البورتري او في الوجه كله ياتي من العين. العين هو اللي يحكي لك عن الإحساس. يعني أكثر شيء أنا أهتم لما أرسم المرأة، ما بس فقط أهتم بزيها، لا، أنا أهتم بإحساس المرأة، ولا أخص فقط المرأة واحدة أو المرأة العربية. يعني أنا أحس المرأة، من المرأة باختلاف جنسيتها، بديانتها، بالزمن، من آلاف العصور إلى الجيل القادم، إلى جيل يعني العصر، شو نقول، الفضاء، كل شيء. المرأة إحساسها واحد ومتطلباتها واحدة. صحيح، بالفعل. يمكن في كل العالم مهما اختلف دينها وجنسيتها وعرقها، يعني بالفعل تتشابه يمكن في أمور. فأنا أرسم إحساسها، والإحساس عندي يظهر أكثر في الملامح. ما ركزتي أكثر ربما على التراث العماني كذلك في البدايات؟ أو إبرازه؟ أكيد أكيد أكيد. بداياتنا كلها كنا، يعني خاصة نحن بيئتنا غنية جدا. في بدايات، في بداياتي أنا كفنانة، يعني البيئة العمانية بيئة غنية جدا وملهمة لأي فنان مبتدئ عندنا، وحتى بيئاتها مختلفة، وبيئاتها مختلفة من منطقة لمنطقة، يعني من شمال الجنوب الوسطى، بحكم كذلك أيضا أنها اتساع مساحتها. فعلا، فهذه طبعا بيئتنا ملهمة لأي فنان عماني. فكلنا كبداية بدينا نرسم بيئتنا، يعني فهذه البدايات، البيئة، الزي العماني. طبعا احنا عندنا، طبعا ما بس احنا، كل دول الخليج لها تراث وموروث، هذا كله كلنا في البداية طبعا رسمنا. بس بعد كده نقلت إلى أن أنا ما أرسم شيء يعني مجرد أن أنا أرسم ونقل. حبيت أرسم إحساس وفكرة معينة، يعني قد تكون هي بصمة لي أنا، يعني قد تكون بصمة مميزة لحفصة مختلفة يمكن عن بقية الفنانين أو الفنانات العمانيات. بالضبط. برجع للنقطة اللي أنا كنت أتكلم فيها قبل، يمكن كنت أقول أنه دائما، يمكن استاذة زكية انت ذكرتي ان الجيل الجديد اليوم او الاجيال الجديدة ما عاد عندها شغف انها تتعرف على تراثنا الخليجي او على تراثها، صارت شوي مبتعدة.
جيل التكنولوجيا جيل التكنولوجيا جيل الايباد للاسف ما صار عنده هذا الشغف. يعني حتى اذا تعلم مثلا خلينا نقول اي من انواع او الوان الفنون التشكيليه بيتعلم فنون مختلفه تماما عن او ما لها علاقه يمكن بتراثنا او بواقعنا. حتى ان يرسمون اشياء ما لها ابدا ما لها انيميز صحيح والله صدق يعني يرسمون كوريا. فعلا او خلينا نقول فنون انا ما عندي اعتراض مثلا انهم يتعرفون على فن المانجا الياباني مثلا بس لا تعالوا شوي ارجعوا لي جذوركم. واحده من الاشياء اللي ممكن ترجع الاجيال الجديده للجذور هي وجود هذه المعارض مثل معرضكم اليوم حكايات لونية وغيرها من المعارض يتشارك فيها بنات الخليج ونساء الخليج عند عامة الجمهور. يعني ما أخلي الجمهور هو المعارض عشان نكون واقعيين دائما المعارض الفنية نخبوية صحيح ما يجونها غير النخبة أو اللي لهم علاقة بالفن أو التشكيلي أو الفنانين أو المهتمين ترى أقول لك أي حد مهتم نخبوية صحيح عامة الجمهور لا بعيدين عن المعارض الفنية وين بيشوفون الأماكن العامة أيوة. صحيح طبعا. فإذا شاف الأماكن العامة معناته أنا أرفع الذائقة صحيح معناته أنا قاعدة أنقل هذه الذائقة بطريقة غير مباشرة لكل حد بيزور هذا المكان العام كمان لا ننسى دور المدارس النساء. صحيح دور المدارس في الزيارات إحنا للأسف صحيح. يعني كان معرضنا وقت عطلة صحيح تو مخلصين احنا امتحانات الياهال ووقت اجازه فما في زيارات يمكن من المدارس لكن انتم ايش رايكم بهالموضوع يعني عاده انتم تشجعون انه يكون في معارض مفتوحه في المولات او في خلينا نقول ما بقول مولات حتى في الاماكن العامه احنا عندنا استشفى في حدائق حلو صحيح تشجعون استاذه زكيه لا بالفعل انا اشجع هذا الشيء يعني لا يكون محصور والفنان ما حد بيعرفه بس في الجمعيه داخل الجمعيه او جاليريهات الفنيه بيكون موجود المعرض خارجي لجميع الفئات يعني ثقافه زياره المعارض لحد الان هذه مش منتشره كثير الا لما يكون في البيت فنان او فنانه صحيح. او من العائله وتصيب البقيه العدوى الجميلة. ففعلا كلامك عين الصواب انه صحيح. احنا ننقل لبرا واحنا شاركنا في معارض كثيره غير كذا الان يعني في جميع دول الخليج قاعده تصير بالذات في الاعياد او في المناسبات الوطنيه غيرها بيكون عندنا ورش فنيه لايف تكون برا يعني انا لسه كنت مشاركه في شهر مارس بينبع البحر هذه او ينبع الصناعيه شمال المملكه العربيه السعوديه صحيح. كان عندهم مهرجان الزهور فتمت دعوتي انا وكثير من الفنانات حتى فنانين وفنانات من خارج المملكه لاقامه ورش الهدف من هذه الورش هو تعود الناس او الحضور اللي جايين المهرجان انهم يشوفونا وكان من شروط الورشه انه احنا نبدا اللوحه من الصفر امام الجمهور فالجمهور يوميا يجي يشوف فنانين قاعدين يرسمون وبيشوف تطور اللوحه جميل استاذ عطارد انت كذلك ايضا مع استاذه حفصه بس لانه ما عندي غير دقيقه مع أن تقام كذلك أيضا ورش فنية للعامة حتى العامة يشاركون فيها عشان بالفعل نرتقي بالذائقة العامة نعم بالفعل هذا لازم يصير هذا الشيء وهي الفن يعتبر ثقافة أنا عندي هذا شيء أساسي والمفروض أنه يصير في هذه الأماكن مثل ما تفضلت الأخت زكية وقالت عنها نحن يمكن عندنا في عمان قبل شهور بسيطة طبق هذا الشيء كان عندنا مهرجان مطرح طبعا تعرفوا منطقة مطرح هي منطقة قديمة في عمان فرسمنا على قوارب البدن هذا قارب عماني صغير وصغير في الحجم ومن القوارب العمانية القديمة اختاروا نفس الشيء فنانين ما بس من السلطنة ومن خارج السلطنة كل فنان يرسم على القارب فرسمناه في حديقة عامة ومثل ما تفضلت أستاذة زكية وقالت أنه يجوا حتى الأطفال صار عندهم حماس كل يوم يجي يشوفوا متى ينتهي هذا العمل بدأ كذا طب إيش بضيفه وكذا وبعدين الشيء الحلو أنه في ناس رسموا تراث وفي ناس رسموا تجريد وفي يعني كل فنان كان في تنوع يعني حتى الأطفال يعني حتى الجمهور بيسأل حتى الطفل بيسأل ليش هذا غير عنه ليش لا ما صار في انجذاب يعني إحنا دائما نقول يعني الجمهور يحب عامة الشعب يحب الواقعي بس الحين بالعكس صار فيه تفتح وصار فيه وعي حتى الأطفال
يعني قاموا يروحوا للأعمال التجريدية ويستانسوا عليها ويستوعبونها يمكن ويستوعبوها. أيوة هي بس تكون بذرة الثقافة هاي موجودة عند أطفالنا أو حتى عند عامة الجمهور، أعتقد أنها بتكون تنقلهم وتفتح لهم أبواب عديدة جدا للانتقال لاستيعاب يمكن كافة أنواع الفنون. بالفعل محبة كل أنواع الفنون، يحبونها يستوعبونها، يصير عندهم شغف أن يتعرفون على الفنون بشكل أكبر. والفن هو لغة، لغة تعتبر بالضبط، هي لغة صحيح. لغة جميلة جدا صح. وعدوى صح. جميلة جدا إذا تنتقل بين عامة الجمهور، ليش لا صحيح. عدوى جميلة. عموما استمتعت بوجودكم جدا، أنا أحب الفن التشكيلي وأن ما كنت فنان تشكيلية لكن وايد متذوقة نعم للفن التشكيلي، ولذلك أنا استمتعت بحديثي معاكم جدا. شكرا لكم جميعا أستاذ زكية، أستاذ عطال، أستاذ حفصة، شكرا يعطيكم ألف عافية. واللي حاب طبعا أنه يزور المعرض ممكن يزوره في النادي الثقافي العربي، موجودين إن شاء الله لين الأسبوع الجاي صحيح؟ لين الأسبوع القادم، الخميس القادم بإذن الله.